السلام عليكم يا اخوان، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بلعبة محاكي الشاحنات الامريكية هالمرة. والمفاجأة انه اليوم جبت لكم معاي العم زيد. يا اخوان، العم زيد برضه واحد من الناس اللي بحب محاكي الشاحنات الامريكية كثير، وياته اخذ الشاحنة الوسترن ستار النارية يا معلم، وانا اخذت لكم شاحنة الانترناشنال برضه النارية. الشاحنة بتجنن يا اخوان، كثير حلوة. اليوم الوضع نار، اليوم الوضع نار 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 اليوم. نار نار نار، والاكثر من النار. طلع شو كاتب لك على القزاز، كاتب لك لايك، يعني حط لنا لايك على المقطع اذا عجبك الفيديو. طبعا اخذنا لايك مباشرة، مباشرة عجبك ولا ما عجبك حط لايك يا حط زلمي، لايك يا زلمة، صرت فايت وفايت عزنا يا عزنا زلمي، عزنا باللايك. صرت وهي فايت الشاحنة من وفايت. جوا، خلينا نشوف. هي علبة الريد بول، مع اني بشربوش. وهي علبة الماي. اوه، اني هاي اللي معاي. هاي يا اخوان يعني تفهموناش غلط، ترى هاي وحدة لقيناها على الطريق، بدها توصيلة بس على المنطقة اللي احنا رايحين عليها بس. انا ماليش دخل بمحمود، بس شوفوا لي الستيرنج عندي كيف ايوه وضع عاصف فيها. اي هذا معايا اللي ما جيتار بحط لايك ورا. في الستيرنج. خلينا نشغل. ايه هاي مشيت على قاعدة السريع، بتدحل معك انت يا عم زيد. والله على السريع دخلت. انا بدخل في الشباك شوي. اي نزلت الهاف، اطلع قدامي يا عم زيد. يلا ايوه، يطرح البركة، الاضواء وشغالات، كل شي شغال. قول يا رب. هلا عم محمود، مش حد على الشمال. احنا اليوم وين؟ احنا بلاس فيغاس صح؟ لاس فيغاس عم. دلين حالنا اليوم عم زيد، بتعرف انك انت بامريكا اذا رحت يمين من الاشارة وهي حمراء ما بتتخالف؟ والله اه والله معلومة أول مرة بعرف، بس ما فيها. لا، هاي المعلومة انا بعرفها. طب وإذا قطعت الإشارة هيك؟ لا، تقطع الاشارة هذا موضوع ثاني، تتخالف زي ما راح اتخالف انا هسه. جاب فيها حجز رخص هاي. والله لازم زمان زمان عن الأمريكي. اوه، كنت راح اخش فيك، ترجعت علي عم زيد. ده هي دحلت، انا كنت باخذ الحمولة. دحلة، هي ترجع لو ترجع علي. لا فرق تؤاخذونا يا منها. اخوان. وين الحمولة تبعتي انا؟ اه عم زيد، بدك تطلع مشان اخذ حمولتي انا. سامع صوت الشرطة؟ في شرطة. انا عندي مش طالع صوتهم والله. يطرح البركة. شوف التورك لما تشد معلم. نوقف نستنى لعم محمود. ايه العم محمود اخذ الحمولة تبعته. زم الاصوات فيها حلوة. اطلع انت، ظلش قاعد هاي وتطلع النار. قدام انت. خليها تعمل لنا قلاية بندورة هسه بس نوصل. يلا لما عندهم نطلعش، مش قلايات هون. هذول بيفهموش بالقلايات، هم احنا بنعلمها. يلا قلبي، في حد على الشمال. الامور ما طيبة، بقدر اطلع. مش حدا جاي على اليمين. هاي بوز، اطلع هاي المشكلة، محمود مغطي على الكاميرا. بس خرافية. وياتنا اخوان، بدنا نحرك حاليا من لاس فيغاس. بنضلنا منطلقين على المنطقة اللي احنا رايحين عليها، بدري شو هي. والله ما بعرف لوين محمود، بس 227 كيلومتر. هاي طبعا اخوان، الماتورات اللي معانا ستوك، انا والعم زيد ما عدلنا ولا اشي. ولا اشي. والماتور اللي عند العم زيد ماتور كثير جميل ورقيق، ملوش صوت عالي. نعم انا بعرفها شاحنتك، بعرفها منيح. يعني احنا رايحين من هون ديستنيشن كينج مان، والله ما عارف وشو هي هاي المنطقة. anyway مريحة مريحة.
طريقنا دغري احنا صح؟ لا انا في بيني وبينك شاحنة هاي نبدأ نتجاوز عنها. تجاوزت في بيني وبينك طلع شاحنة وسيارة مش بس شاحنة. يلا بركة بركة. عم زين شو رايك بسواقة الشاحنات هون؟ والله رهيبة يا محمود. حلوة صح؟ اه ليش الحكي؟ هلا 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 هو انا مش منتبه على الشارع كنت طالع خارجي بعدين طلع انا حاط عندي على جوا الشاحنه اللي هي الحبه الزرقاء هاي تاعت رد العيون خرزه شوف يا عم محمود بن مراي شوف شوف والله عم اخوان الامريكي شعور مختلف يا زلمه سواقته حلوه بعدين اسمع الشاحنات الامريكيه بتحس حالك عن جد قاعد بسوق شاحنه والله شوف الجرافيك يزن فيها الجرافيك بجنن الشاحنه تعطيك شعور اسمع صوتك محمود اسمع الشاحنات الامريكيه دائما بتعطيك شعور السواقه الحلو محمود بلش يلز علي انا لاني كنت معطيها خارجي بتطلع على الشاحنات من برا محمود في عندنا كوربات لقدام اعتقد صح؟ في كوربات بس انا الصراحة حبيت اجرب الثبات تبع الشاحنة كيف هو بس راح اهدي حاليا عيني هديت انا الامور طيبة طبعا يا اخواني احنا راح بحب اقول لكم انه احنا راح نكثف تصوير في الامريكي نعم انا اتفق مع الام محمود جدا راح نكثف جدا راح نكثف جدا جدا ان شاء الله فلازم تحبوها يا اخوان لازم. ان شاء الله انكم راح تحبوها ان شاء الله قصرت عن زيد قصرت كثير هاي هسه رجع نزول الشارع مو كان طلوع حاد مرتب يا اخي الوضع تمام عم زيد صح؟ تمام عيني وراك في كمان طلوع خفيف بس هذا الطلوع مش اشي يعني يخوف جرب اداء الشاحنة والله انها صاروخ والله بتدعس انا داعس يعني سامع الاصوات اللي ضافوها مؤخرا في التحديث الجديد اسمع والله انه اشي رهيب بصراحة حلو يا زلمة شوف انا ماشي 150 ورا عم محمود خلينا نهدي هدي في ترافيك كثير قدامي سمعت بصوت البريك انا اسمع فصلت التراكشن كنترول وفصلت الاي بي اس والله انا لا ما فصلتهنش بالامريكي انا بصراحه ما دققتش يعني ما شفتش اذا فصلتهم ولا لا بس بالاوروبي شغالات خليتهم لا والله انا فصلتهم بالاوروبي وبالامريكي لا والله حلوات انا فصلتهم مشان يعطيني صوت تفحيطه وهي الشغلات والله عم زيد ما هو باقي معهم حتى معهم باقي لا بس بدونهن بيعطي اكثر لانه بتضل تزحلق اصلا خلص هسه مشيت رواق وناس محترمه ما نشوف نحكي يروح يحضر في فيديو هسه راح يطلع لكم هون روحوا احضروا راح تفهموا عن شو بنحكي بالتحديد العم زيد ملك الشروحات تقريبا هو
والله اسمع محمود، اه شوف الامريكي غير الامريكي انا بالنسبة لي الامريكي. يتفوق وبقوة وبجدارة على الاوروبي. جدا جدا بصراحة كثير. بالذات انا عم زيد، انا لانه عندي ستيرنج سواقتها مع الستيرنج بكثير احلى. اسمع جرافيكها كل شيء، كل شيء هي نفسها كثير واقعية في احلى. القيادة، آه هاي الشغلات كلها متعوب عليها والله يا عم زيد. والله شوارع حمرت. اتوقع في توزين لقدام. اوه كيف بدي افوت عليه التوزين انا؟ طيب في حدا على يميني؟ يعني دخلت على التوزين انا عم زيد. الله يعين وراك، مجبرنا ندخل على التوزيع يا اخوان، اه نظام والله القانون الامريكي بالسمنة. مجبرين مجبرين اي طلع حاليا. لنا نقطة حمراء فاجباري نفوت. شوف قديش الوزن اللي معاي، 36 طن مع الشاحنة 36 مع مع الراس. كامل. اه هاي دورية الشرطة هون. شوف احنا قديش أنا 35 طن شكل شاحنتي أثقل من شاحنتك. شكل. ها كلهن 1000 كيلو مع وزن أنا السائق. مع الراس المعلاك. ها هاي عم محمود قدامنا، فيش هذا جاي، هاي وراك، الأمور طيبة الأمور طيبة. احنا قربنا يعني اصلا اه ولا كثير شيء. قربنا على المدينة. طلع المدن ما احلاها. اسمع المدن الامريكية بتجنن اه والله كثير حلوة. جدا. في اشارة عم زيد هدي. انت حاب تتجاوزها بس يلا. هلا هلا هلا. هاي العم زيد يا اخوان. بقول لك ال شو اسمه مستعجل على حمولة كاستمر الزلمة. انا بدي اجي وراك عم زيد. عم محمود انا كبست الغماز الشمال فاصلة، لا اعطيك غمازات اعطيك يمين بس اذا بدك. انا طلعت يدي من الشباك شفتها، شفت نبي نروح شمال. هسه نروح الشمال. فيش اشارة هون صح؟ ايش؟ لا هسه هو الصعب بالامريكي صفته، بس احنا هسه معانا قاطرتين فمش راح اقول اوصف قاطرتين. لا أكيد لا، قاطرتين هي هون الشركة الشركة. هاي اللي على الشمال. بيتومين حتى والله الصف العادية فيها شو اسمه محتقنة، بس لا حتى الصف العادية لازم ننجزها عم زيد أقل ما فيها يعني. والله. حتى محمود هاي بدك ترجع لها عشان تصفى. شوف كيف بدها تيجي معانا. هاي تيجي في الدرجة وإذا ما عشان تشوف. يلا يا أخوانا كبرونا صفينا. طب يا اخوان، مع انه العم زيد هسه واقف قدامي هيك راح نقلش ببعض،
فبنحب انه نسلم عليكم ونقول لكم اهلا وسهلا فيكم. الفيديو هذا يا اخوان هياته خلص، وبتمنى انكم فعلا يا اخوان تدعمونا باللايك، اللايك كثير بهمنا، واكتبوا لنا كومنتات يا اخوان من وين بتتابعونا، وان شاء الله انه اذا في عندكم اي شيء يعني بدكم ايانا نصلحه بالفيديوهات الجاي، واذا عندكم اقتراحات، اذا عندكم العاب حابين نلعبها غير لعبه محاكي الشاحنات خبرونا يا اخوان في الكومنتات. وبس يا اخوان لهون انتهى الفيديو تبعنا، بنشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.